اليوم حعمل لانشون السمك اكله كثير صحيه وهي روعه سهله كثير هي كثير مفيده للعائله وبالاخص للاطفال هي روعه الوصف سمك فليه مجمد او طازج 500 جرام اي نوع سمك متوفر عندكم نضعه بالفرن حتى ينضج طريقه الطهي هي اختيار حسب ما انتم كيف متعودين هيك اصبحت جاهزة نتخلص من الأشياء الغير مرغوب فيها نعصر واحد ليمونة نوضع ليمون بالوعاء ونوضع كوب ونصف حجم صغير ماء 300 جرام تقريبا نشا الذره 150 جرام كوب ونص ونحرك جيد هنالك بدائل لنظام الكيتو دايت تابعوا الفيديو للاخر ملح الهاملايا معلقه صغيره او اي نوع متاح عندكم فلفل اسمر نص معلقه صغيره سوم بودره معلقه صغيره نوضع الخليط في الخلاط اي نوع من الخلاطات المتاحه عندكم اي خلاط متاح عندكم نوضع السمك ايضا نطحن المكونات جيد يعني حتى تصبح ناعمه نضعهم في وعاء على نار خفيفه جدا ونقلب باستمرار يعني اقل من الوسط النار تكون نقلب باستمرار حتى يصبح المزيج كثيفاً لمدة أق... يعني تقريباً هي تأخذ وقت أقل من عشر دقائق يمكن سبع دقائق ثمان دقائق حسب نسبة السوائل مثل هيك لازم تكون بنصب الخليط في أي وعاء متاع عنا ممكن وعاء كيك تبع خبز أي وعاء بنفرغ الهواء الموجود جوا نتركها تبرد وبعد ما تبرد بنغطيها وبنترك... بنوضعها بالثلاجة. لليوم الثاني بنفس الطريقة فقط بنقوم بتغيير الماء البارد بالماء الساخن تغيير النشا بالجيلاتين خمسين جرام جيلاتين نباتي أو جيلاتين الأسماك بنحرك جيد بنوضع مكونات كلها بالخلاط مع التوابل والليمون وكله بنوضعه بنفس الطريقة الأولانية وبنوضعها في أي عبوة موجودة بنوضعها بالثلاجة هذه بنطهيها فقط بنشوي السمك شوي اول مره بس اما بعكس الطريق الطريقه الاولانيه هذه الطريقه الاولانيه النشا لازم نرجعه على الحراره من تاني لكن طريقه طريقه الجيلاتين ما بنعرضها للحراره تاني فقط ماء ساخن بكون بدل الماء البارد بنطحنها بالخلاط ونحطها في الثلاجه لليوم التاني بتكون جاهزه ولكن النشا هذه الطريقه لازم نطهيها تاني نطهي النشا لانه هي هذه الطريقة الاصلية ولكن في بعض البلدان ما عندها جيلاتين عندها مشكلة انه يحصلوا على جلاتين ممكن نقدمها بسندوشات نوضع الخضار الروكا الطماطم الجبن ممكن الأمر كتير بسيط وسهل صحية كتير بالأخص للأطفال للناس المعنية تاكل أكل صحي بالبيت بدون أملح الصوديوم بدون زيوت مهدرجة ممكن نوضع الليمون يعني الموضوع كتير بسيط وكتير سهل ممكن نقدمها بأي شكل انتو تحبوه هيك اصبحات جاهزة اكله كتير روعه بتمنى ان انتم تجربوها في امان الله